السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لي معلومات. شرف هذا الفيديو كيفاش نبدلو مود باس نتاع بريديمو. مثال عندك مود باس القديم وتحوس تبدل مود باس جديد، طريقة سهلة جدا بدون أي مشكل. قبل تشغيل هذا الفيديو خاوتي ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس بس كل جديد. اللي عنده أي حاجة ولا عنده أي سؤال خلينا التعليق في هذا الفيديو ولا يتواصل معنا عن طريق الواتساب. خاوتي نترجع بعيد ونرجع لكم. دركا رانا في حساب نتاع بريديموب باش نقدروا نبدلوا المود باس. كيفاش نديروا؟ نضغط على إعدادات ومن بعد نضغط على كلمة السر، ها هي كليك عليها. هنا يدير المود باس القديم ومن بعد دير مود باس جديد ومن بعد دير مود باس جديد معناها التأكيد ومن بعد تغيير كلمة السر. هذه الطريقة الوحيدة باش تقدر تبدل المود باس من قديم إلى جديد، ما كاش طريقة خدها خاوتي. عندكم تعطوا معلومات على بطاقة ذهبية خد آخر باش يدخل حسابكم البريدي موب، احذر ثم احذر. اللي عنده أي مشكلة ولا عنده استفسار خلينا التعليق في هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.